مخيم جمعية سفراء الخير المرحلة الرابعة بمركز التخييم العالية بمدينة المحمدية مركز التخييم التابع لوزارة الشباب والثقافة بالنسبة للجمعية دوزنا ثلاثة ديال المراحل مختلفة بالنسبة للأطفال اللي تتراوح الأعمار ديالهم ما بين سبع سنوات و14 سنة كان عندنا مخيم آآ في مجموعة ديال المناطق مجموعة ديال الفروع ديال المدن ديالنا، أطفال عندنا في جميع المدن، عندنا فروع في جميع المدن تقريبا، أه... اللي تيستافدوا طيلة المرحلة في المراحل الأولى، حنا الآن في المرحلة الرابعة بمدينة المحمدية، معنا وليدات من مدينة صفرو معنا وليدات من مكناس، معنا وليدات من الرباط وسالا، معنا وليدات المحمدية ومدينة الدار البيضاء، المشاركين في هذه المرحلة الرابعة. بالنسبه للمخيم عندنا برنامج عام وبرنامج قار اللي تيستافدوا منه الوليدات اللي هو تكون محطوط على حسب البرنامج العام ديال التخييم اللي وضعه وزاره الشباب والثقافه بشراكه مع الجامعه الوطنيه للتخييم. اذا في هذا البرنامج هذا تيكون انشطه مختلفه بما فيها رياضه، سباحه، ثقافه، وتربيه واناشيد والعاب داخليه والعاب خارجيه الى المسرح وسهرات مختلفه اللي منها طيلة هذه المرحله تيستافدوا منها الوليدات ديالنا والبنيات ديالنا تيكونوا عندنا اطور تربويه مكونه من طرف الوزاره اللي تيدوزوا التكوين ديالهم تيدوزوا التفتيش وتيدوزوا الامتحان ديالهم عاد تيكونوا مؤهلين باش انهم يقابلوا لنا الوليدات والبنيات ديالنا لهذا بهذه المناسبه والاسم اللي غنطلقوا عليه هذاك البيدوفيل ديال الجديد الكارثه تنسميها كارثه تنسميها آه عنف تنسميها آه شي حاجه اللي تسمى تس باش تسمي ذاك الشخص انه يتعدى على وليد صغير اللي الوالدين ديالهم صيفطوه وداروا فيه الثقه هو عديم الثقه وعديم الاخلاق وعديم التربيه من هذا المنبر انا كمدير تربوي للمخيم تنتمنى تنتمنى له اشد العقوبات هذا نداء للاباء الأمهات يحاولوا من يبغوا يسيفطوا وليداتهم للمخيمات يعرفوا مع من أولاً قلب على الجمعية عرف اسم الجمعية، عرف الجمعية عند الميل في القانون ديالها، تعرف الجمعية وش عندها شراكة مع وزارة، آه آه وزارة الشباب والثقافة، والجامعة الوطنية للتخييم، تنتمنى لوليداتنا آه مخيم جميل إن شاء الله، واستفادة جميلة، وشكراً للإدارة